ميني فلوك جديد ونهار جديد، غنشارك معكم شنو درت فيه. بصباح بديت بهاد الكيكه السريعه ديال الميكرووند، فايت لي شاركتها معكم سوغ انستغرام وحتى في تيك توك، هي اللي عطات البنتاتي يفطروا بها. ومن بعد انا اتاكيت الغداء، دونك هنايا غادي ندير شوفلر مقلي. هنا تنديروا الطحين مع هذيك البصله اللي تتبع بحال هكاك مقليه، ملحه، الابزار، الثومه، تحميره، ونفس العطريه درت في البيض. وهنايا من بعد ما تيغلى لنا الماء تزيدوا عليه الشوفلر ميم با 10 دقائق، ومن بعد تنديروا عليه الخلطه وزدتي عليه حتى هاد الشرموله ديال الحوت بقات عندي منها شويه، جرائع. دونك تخلطوا مزيان وتديروا الزيت مسخونه وتتقليوه. وهنايا شوفوا شنو طرا ديال الحوته في الفران، تهرس لي سمع طق 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 عاد تخلعت. من الحمد لله ما طرات شي حاجه غير هذيك التقسيمه اللي تقسمات. وهذا هو الشكل النهائي، رافقته بان سالاد فيها مطيشه، الخيار، لي ميكرو بوس دو بيتراف، البيض، لافوكا، المهم المنظر، وصارت خويا في الديسير. الوغ هاد النهار ما كنتش كاع حول نخرج، ويجيني واحد الخرجه على غفله. صافي صافي خرجت ولا نكمل النهار. نتلاقاو في بارتي.